السلام عليكم. النوع الآخر من أنواع الريجولاريزيشن أو الريجريشن اللي هو ما يسمى بالجريدينت ديسنت الجوريثم، اللي هي خوارزميات النزول أو الانحدار التدريجي، اللي هي أيضا تعتبر هي اوبتمايزيشن، يعني نوع من أنواع الاوبتمايزيشن، واللي هو يعتبر أيضا كجزء كبير جدا من المشين ليرنينج. احنا شرحناها سبق، أنه شرحناها في كورس الباترن ريكوجنيشن وكذلك في كورس المشين ليرنينج، ولكن لا ضرب بها الإعادة أو السريعة كتمهيد لبقية المواضيع إن شاء الله. طبعا هذه تعتبر هي simple optimization procedure، يعني إجراء optimization أمثلية أو تحسين بسيط جدا. الهدف من عنده هو إيجاد قيم البارامترات at the global minima or the global maxima، يعني في القمم أو النهايات العظمى، يعني الكلية، يعني أما أعلى نقطة أو أوطأ نقطة. global minima اللي هي يعني أوطأ نقطة في يعني المستوي او المنحني، والجلوبال ماكسيما اذا كان بالعكس، يعني اذا كان هو يعني محدب وتكون هي اعلى نقطه بي موجوده. هنا طبعا راح كل اللي يتحكم عندنا بطريقه التريننج او الليرنينج او الانتقال من نقطه الى نقطه اخرى هو ما يسمى بالالفا، اللي هو الليرنينج ريت، يعني هو معدل التعليم او التدريب. المعادله الخاصه بهذه ايضا مثل ما ذكرنا شرحناها في المشين ليرنينج ديب ليرنينج. الانيشال فاليو هنا في هذه النقطه راح نبدا انه دائما نبحث عن المماس او يعني التانجنت الخاص بها، ومن خلالها ايضا ننطلق يعني بشكل تدريجي وصولا الى الجلوبال مينيما او النقطه النهايه العظمى، يعني المينيمم. الماث بيهايند ذا جراديانت ديسنت، يعني هذه هي مجرد انه احنا عندنا يعني الكوست فانكشن راح ناخذ لها المشتقه، والمشتقه نساويها بالصفر، وفي كل نقطه من النقاط راح يعني نعتمد على الالفا اللي هو الكوست ليرنينج ريت من اجل الاتجاه باتجاه معين، واخذ القيمه الجديده للداله اللي راح نشوفها انه راح يعني تتدرج تدريجيا وصولا الى النهايه العظمى، يعني الدنيا طبعا. وشفنا انه بالاعتماد على الالفا او الليرنينج ريت ممكن انه يكون عندك عمليه شطح، يعني يذهب بعيدا ويبقى يبحث، او ممكن انه يعني يصعد الى الاعلى، او يتجه باتجاهات مختلفه بالاعتماد على قيمه الالفا المناسبه لكل واحده من المعادلات. الحسابات اللي ممكن انه نحصلها مثلا اذا كان عندك بيانات هاوسنج، بيانات بيوت، يعني بالاعتماد على حجم البيت وبالاعتماد على سعر البيت، هنا ايضا تاخذ لها يعني هذا اي يو بي راح تكون هذا هن الفيتشرز الخاصه عندك. المينيمم والماكسيمم ايضا راح تكون عندك اكس واي، الواي اتش السكويرد او سم اوف سكويرد ايرورز، ايضا المشتقه مالتها، المشتقه للاي والمشتقه للبي، هذه اللي هي ماينس واي ماينس اتش واي اتش والماينس واي ماينس واي اتش في الاكس، وتحسب القيم الخاصه بها. طبعا يعني حسابات كثيره جدا، ما اعتقد انه في عالم اليوم تحتاج انه انت تحسب يعني جراديانت ديسنت بنفسك يعني بشكل يدوي، لانه موجود يعني ككودات تقدر انه تحسبها مباشره. ديب داي طبعا هنا ايضا يعني كل واحده من القيم شلون تقدر تحسبها، هذه مثل ما شفناها يعني هذه مجرد انه راح نشوفها ان شاء الله شلون انه نستعيها بسطر واحد في البايثون، وهي تقوم بعمليه الجراديانت ديسنت وتعطيك النتائج بشكل مباشر وحتى رسومات. يعني النوع الاخر من انواع الريجريشن او الانحدار، اللي هو بدل ما يكون لينير ريجريشن انحدار خطي، ممكن يكون عندك بولينوميال ريجريشن اللي هو الانحدار للدوال متعدده الحدود، اللي هو هنا طبعا راح يقوم باشتقاق مجموعه من الفيتشرز، يعني خصائص مختلفه وليس خاصيه واحده. طبعا هنا راح يكون مفيد اكثر للتخمين او التنبؤ بالقيم التي هي نون لينير غير خطيه، يعني هنا كيرف ممكن انه يعني يتبع فد كيرف معين وليس خط واحد يعني مستقيم دائما. هنا طبعا راح يكون البريدكشن مالتك التنبؤ هو كيرف يعني منحني بدل ما يكون هو سمبل لاين خط مستقيم. طبعا ذا بلويت از لينير، هنا طبعا الرسم هو راح يكون خطي ان ذا تو دايمنشنال سبيس، بحيث انه راح تكون عندك المعادله هي ثيتا 1 اكس 1 زائد ثيتا 2 اكس 2 زائد ثيتا 3 اكس 3 وهكذا على حسب يعني الكيرفيتشر الانحناء الخاص بهذا المستوي. هنا راح تكون عندك فد مشكله راح نواجهها في الـ يعني البولينوميال ريجريشن، اللي هو العلاقه ما بين الباياس الانحياز او التحيز والفاريانس اللي هو التباين. كل ما زاد عندنا الباياس راح يزيد عندك الفاريانس، سوري كل ما قل عندك الباياس راح يزيد عندك الفاريانس، والعكس بالعكس كل ما زاد عندك الباياس راح يقل عندك الفاريانس. هنا راح تكون عندك ثلاث حالات بالنهايه. طبعا البايس والفاريانس هذه كلها نعتمد عليها في حساب الايرور. الايرور طبعا مثل ما ذكرنا هو الخطأ او الفرق ما بين كل نقطه من النقاط الاصليه والنقطه المقابله لها في البريدكشن، اللي هو التي يتم التنبؤ بها او حسابها ضمن اللاين اللي هو يعني لينير ريجريشن، او ضمن الكيرف اذا كان عندك يعني بولينوميال ريجريشن. فهنا راح يكون عندك الايرور لكل واحده من النقاط هو عباره عن البايس تربيع زائد الفاريانس زائد
الريديوسبل ايرور، هذا يعني خطأ غير قابل للتقليل، هذا موجود يعني، هو يعني خلينا نقول هو امبيدد او انهرتد، يعني مدفون او دفين او متوارث في البيانات، لا يمكن التلاعب به او تقليله. هنا أنا راح تكون يعني نتيجة التريد اوف او يعني العلاقة العكسية ما بين البايس والفاريانس، راح تكون عندنا ثلاث حالات، اما انه يكون عندك الهاي بايس انحياز كبير ولو فاريانس التباين قليل، هنا راح يكون عندك البيانات اندر فيتنج يسموها. الحالة الثانية انه كان اذا كان عندك لو بايس انحياز قليل وهاي فاريانس تباين عالي، راح يكون عندك شيء يسمونه الاوفر فيتنج، اللي هو راح يكون عندك الخط يعني الاندر فيتنج انه انت البيانات تحتاج مثلا كيرف وانت سويتها خط. الاوفر فيتنج انه البيانات تحتاج مثلا كيرف من نوع معين من مستوى معين، ولكنه انت اعطيتها في كيرف كلش دقيق يعني يلائمها كلها. التريد اوف اذا حققت فد يعني علاقه جيده هنا بهذه النقطه اللي هو بهذا المكان اللي هو تكون فيها الفاريانس والبايس في اوطى نقاطها، يعني هذه نقطه التقاطع بيناتهم، هنا اذا قدرت تحقق هذا التريد اوف راح تحقق ميديم بايس يعني انحياز متوسط وميديم فاريانس يعني تباين متوسط، هنا أنا راح تقدر تحصل فد كيرف معين لا هو 100% منطبق على كل النقاط يعني اوفر فيتنج ولا هو اندر فيتنج، وانما راح يكون يعني بيست فيتنج. هنا أنا ايضا هذه يراويك العلاقه يعني او الفرق اللي ممكن يصير عندك يعني عندما تلاحظ البيانات، اذا كانت هي بها لو فاريانس ولو بايس راح تشوف البيانات كلها موجوده في هذه النقطه يعني قريبه جدا، عندما يكون عندك هاي فاريانس ولو بايس راح تكون بهذا الشكل، هاي بايس لو فيريانس هذا راح تكون بهذا المكان، واخيرا اذا كانت هاي فيريانس وهاي بايس اثنيناتهم عاليات انها راح تكون عندك النقاط كلها مبعثره وبعيده عن الـ يعني البولينوميال ريجريشن او الـ يعني البريدكشن لاين اللي انت تنبأت لها بيه. انا مو نقدر نخلص من هذه الهوسه كلها، نستخدم ما يسمى بالريجولاريزيشن اللي هو التنظيم من اجل تجاوز مشكله الاوفر فيتنج. هنا أنا طبعا الاوفر فيتنج موديل هو شو وقت يصير عندما يكون عندك هاي فاريانس استيميشن يعني تباين عالي جدا، والتباين عالي جدا يؤدي الى نوت جود استيميشنز يعني تخمين غير جيد. هنا أنا ايضا من خلال الريجولاريزيشن نقدر نحقق الـ يعني البايس اند فاريانس تريد اوفز، يعني اللي هو الموازنه ما بين هذين المتغيرين. هنا أنا راح نعمل عمليه ليميتيشن للبارامترز، البارامترات راح نعطيهن في سقف اعلى وادنى للقيم، ما راح نخليهن تاخذ قيم براحتها يعني. وكذلك راح تكون عندك different techniques to limit the parameters، تقنيات مختلفة من أجل تقييد هذه البارامترات. التقنية الأولى للregularization يسموها بالـ L2 اللي هو الـ L2 norm يعني regularization. هنا الهدف من عندها راح يكون عنده أنه الـ objective راح يكون هو عبارة عن الـ RSS زائدا ألفا في الـ sum of the squared of the coefficients اللي هو SSE يعني. فهنا إذا كانت الـ ألفا 0 راح تكون هذه حالها حال linear regression، اذا كانت الالفا انفينيتي هنا هذه الحاله راح تكون كل الكوفيشنتس هنا صفر، اما اذا كانت الالفا ما بين الصفر والانفينيتي فهنا راح تكون عندك الكوفيشنتس المعاملات الخاصه بالمعادله يعني هذه هي يعني somewhere between the zero and ones يعني ما بين الاصفار والوحدات for the simple linear regression. As the value of the alpha increases كل ما زادت قيمة الألفا فإنه المودل complexity reduces، كل ما زادت قيمة الألفا كل ما قل تعقيد النموذج الناتج. Though the coefficients are very very small they are not zero، على الرغم من أنه الكوفيشنتس بهذه الحالة راح تكون صغيرة جدا إلا أنها لن تكون صفر، يعني راح تبقى لها قيمة معينة مؤثرة إلى حد ما. النوع الثاني من الريجولاريزيشن باستخدام الـ L1 norm اللي هو يسمونه اللازو أيضا. هنا الاوبجكتيف راح يكون هو عباره عن الار اس اس زائد الالفا في السم اوف ابسولوت فاليو اوف كوفيشنتس، يعني مو هنا السم اوف سكوير اوف كوفيشنتس، لا راح يكون عندك السم اوف ابسولوت فاليو اوف كوفيشنتس يعني مجموع القيم المطلقه للمعاملات. هنا ايضا لنفس القيم للالفا فانه المعاملات مالتنا بحاله اللازو ريجريشن هذا اللي هو ال1 ريجولاريزيشن ار ماتش سمولر از كومبيرد تو ذات اوف ذا ريج ريجريشن، يعني لنفس القيم للألفا فإن المعاملات الخاصة باللازو ريجريشن راح تكون أصغر بكثير مقارنة مع المعاملات الخاصة بالريج ريجريشن اللي هنا ذني النوعين راح نشوف إن شاء الله وكيفية استدعائهم بالبايثون وتأثير الألفا على الريجريشن الخاص بكل واحدة منهم. بالنسبة لقيم الألفا نفسها إنه اللازو راح يمتلك higher RSS اللي هو poorer fit as compared to the ridge regression، لنفس قيمة الألفا اللازو راح يكون عنده RSS أعلى واللي هو يعني تنبؤ يعني أسوأ مقارنة مع الريج ريجريشن.
الكثير من المعاملات هنا طبعا R0 even for very small values of alpha. هنا حتى إذا كانت عند قيمة الألفا صغيرة جدا فإنه الكثير من المعاملات راح تكون قيمتها صفر، واللي هو بالحقيقة راح يؤدي إلى simpler model، النموذج راح يكون أبسط وتعليمه راح يكون أسرع واستخدامه راح يكون أفضل. كمقارنة ما بين ال L2 وال L1 regression أو ال regularization sorry، الكي differences الاختلاف الرئيسي أنه بال L2 regularization هنا يا اما انه يقوم بتضمين كل الخصائص او ولا خاصيه في الموديل، اما انه يقوم بتضمين كل الخصائص حتى اذا كانت قيمها صغيره جدا، او انه تكون زيرو يعني ولا واحده من الخصائص راح تستخدم، وبهذه الحاله راح تتحول الى يعني linear regression. هنا راح بالحقيقه لا يعني راح يقوم بعمليه الفيتشر سيلكشن، اختيار الخصائص المناسبه، فهنا راح يكون بهذه الحاله افضل اكيد. Typical use cases يعني الحالات الاستخدام الطبيعية هنا عادة يستخدم لمنع الأوفر فيتنج، يعني هذا الاستخدام الرئيسي له. أما هنا فيستخدم إذا كان لدينا millions of features، إذا كان لدينا ملايين الخصائص ونحتاج أنه sparse solutions، الحلول المبعثرة أو الصغيرة جدا أو القليلة جدا مقارنة بعدد الفيتشرز، فراح نستخدم الـ L1 regularization. سلوك الـ L1 والـ L2 في حالة أنه تكون لدينا the presence of highly correlated features، إذا كان لدينا خصائص متطابقة أو متجانسة إلى حد كبير، يعني تزيد مع بعضها سوية أو تقل مع بعضها سوية. هنا طبعا بالنسبة للـ L2 regularization راح يعمل بشكل جيد حتى إذا كان لدينا الكثير من الخصائص المتناسقة أو المتوائمة مع بعضها البعض الآخر correlated. هنا أنا بالحقيقة لا، راح يكون عندك اختيار عشوائي للخصائص إذا كانت متجانسة أو متوائمة مع بعضها البعض الآخر، وأيضا هذا راح يعطينا يعني أداء سيء بهذه الحالة، يعني هنا راح يكون الأداء أفضل. فتلاحظ أنه كل واحدة من أكو لها إيجابيات وسلبيات بالاعتماد على اليوز كيسز وكذلك على نوعية الفيتشرز المستخدمة في كل واحدة من هذه الحالات. النوع الآخر من أنواع الجراديانت ديسنت اللي هو ما يسمى بالستوكاستيك جراديانت ديسنت، اللي هو يعني الانحدار التدريجي العشوائي. هنا أيضا هذا راح يعتبر في الطريقة بسيطة ولكنها فعالة في نفس الوقت للنماذج الخطية. Supports out of core training أيضا تدعمنا التريننج اللي هو من نوع out of core حتى إذا كانت يعني خارج نطاق الكور. Randomly select data and train model، طبعا تختار البيانات ونماذج التدريب بشكل عشوائي. Repeat the above step and model keeps tuning، يعني راح تقوم باختيار نماذج تدريب عشوائية وبيانات عشوائية وتقوم بتكرار الخطوة السابقة إلى أن تصل إلى مرحلة التيونينج، يعني تبقى تقوم بضبط البارامترات بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى the best fit، يعني أفضل نموذج تدريب أو تعليم للبيانات الموجودة. أيضا عندك شلون تقدر تحقق robust regression اللي هو الريجريشن الرصين ضد الاوتلايرز، ضد القيم المتطرفه. هنا الاوتلايرز هاف سام سيريس امباكت اون ذا استيميشن اوف ذا بريدكتور، الاوتلايرز القيم العشوائيه او القيم المتطرفه اللي هو تكون بعيده جدا عن الترند او عن النمط العام للبيانات، عاده تكون تاثيرها سيء جدا على اغلب النماذج الخاصه بتدريب او تعليم البيانات. فهنا على مود نقدر نتخلص من تاثيرها نستخدم ما يسمى بالهوبر ريجريشن او الريج ريجريشن. هنا نلاحظ بأنه الفرق ما بين الهوبر ريجريشن والريج ريجريشن وكيفية يعني كل واحدة منها تختلف عن الأخرى كفيتنج، لأنه أكو عندنا هنا اثنين هاي نقاط تعتبر أوتلايرز، وهنا أيضا أكو عندنا اثنين نقاط أوتلايرز وتأثير كل واحدة منها على النتائج اللي تظهر عندنا. هذه أيضا إن شاء الله كلها راح نشوفها في المحاضرة القادمة ونشرح تأثيرها وتفاصيلها. هذا الفيديو يعني هذا الملف إن شاء الله راح يكون أيضا رابط التنزيل أسفل الفيديو، وانتظرونا في المحاضرة القادمة إن شاء الله اللي راح تكون هي تطبيق عملي بالبايثون لكل هذه التقنيات اللي تحدثنا عنها اليوم. تحياتنا للجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة.